السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنشوفو واحد لاكاج ديال الباب اللي كتخدم ببوطون باسوار. هذه كتكون في البنكه، ها هي بوطون باسوار. هنايا النوتر ازرق، هنايا فاز، هذا ترانسفورماتور، هنايا ليزون انتيريبتور بوطون دو كوموند. ها هو هاد الخيط عاوتاني مشى بوطون باسوار، الخيط الاخر مشى لهادي بلوكاج دو لا سيغيغ. هاد لا سيغيغ هادي ساقطة، هاهو وخرج خيط من هنايا ديال ليزون انتيريبتور كوموند غاش إلكتريك ديال لا غاش. هاهو دوك كيكوموندي في لا غاش. هادي لا سيغيغ، هذا داك ديال الباب، الجنب ديال الباب. دونك هذا فاز ونوتر، هذا ترانسفورماتور 12 فولت. الخيط كيمشي لل بوطون بوسوار، ها هو السيروت. الخيط اللي كيخرج منه كيمشي كيمشي لاكاش إلكتريك، الخيط الآخر كيمشي لاكاش إلكتريك. هادي لا سيرير الساقطة الفلانية. دونك هذا هو الشيمة ديال لاكاش اللي كتكون مثلا في البنكة. مثلا الباب كتدخل الباب كيورك لك عليها، هذا كيقول لك دفع، هذا كتدفع كتدخل ساهل. هنا 220 كتدخل ترانسفورماتور 12 فولت فاز نوتر. الخيط كيمشي للسيروت، الخيط كيخرج منه كيمشي لاكاش. السلام عليكم. السلام عليكم. في الفيديو هذا غنشوف واحد السيمات هذيك ترونسفور 8 فولت، كاين هنا 12 فولت، هاي واحد الروري مع بوطون بوسوار. هنايا عندنا اليمونطاسيون 230 فولت، النوتر والفاز، فاز، فاز هنا، وجا